لكل الجماعات الإرهابية، لكل الجماعات التكفيرية، لكل الدول العدائية، لكل الناس بصفة عامة، مش هتكلم بصفة فردية، يعني لكل البشرية، لا ولم ولن تسقط جمهورية مصر العربية مهما كانت قوة العدو العددية أو أسلحتهم النووية، عشان ما فيش غير جمهورية مصر العربية اللي عندهم قوة غير عادية، أولها الإيمان برب الناس، وثانيها الفداء والتضحية. يا ريت كل الدنيا تفهم، لن تسقط جمهورية مصر العربية. لكل الناس، لكل إرهابي، لكل تكفيري، لكل واحد من البلد أو بره البلد، لو في شهيد مات في ألف بيتولد. إحنا بلد صنعوا التاريخ، لا إحنا أصلا التاريخ من قبل ما يصنعوا القنابل والصواريخ. لو كنت مش شايف تبقى مكفوف، إحنا التاريخ من أيام السيوف. لو حبيت تعمل في نفسك معروف اتفضل اقرأ التاريخ وشوف، إحنا بلد بتعد الصعب مهما كانت الظروف. لكل التكفيريين، لكل الإرهابيين، انتوا عارفين بتحاربوا مين؟ المشكلة انكم فاكرين ان هو ده حكم الدين. طب اعتبروني معاكم، هاتولي دين من الأديان بيحلل قتل إنسان. عشان كده بنقول على الإرهابي خسيس وجبان. نصيحة، حاول تراجع نفسك قبل ما يفوت الأوان. طب هسأل سؤال، بتعمل ايه لما بتسمع صوت الأذان؟ بتصلي ولا بتدور عملية تخريف في كل مكان، ولا بتدبر لمظاهرة في كل ميدان؟ أحب أقول لكم مفيش داعي. الشعب دلوقتي فاهم، مقدر، واعي. في ناس كتير منها أنا متغاظ، بس أدبي وحيائي مش قادر أقول ألفاظ. أنت ليه مش عايز تفهم يا سئيل؟ إحنا اللي عبرنا خط بارليف وهزمنا إسرائيل، قالها عبد الناصر زمان، لا قصدي الزعيم الراحل عبد الناصر قبل ما يموت. هنحارب حتى بالنبوت، إحنا مش هممنا الموت، ومهما كان في طريقنا أي شيء محطوط هنعدي وهنفوت. ده مش كلامي ولا كلام بشر، ده كلام رب الملكوت. لكل المتربصين، اوعوا تنسوا احنا مين. احنا مش اي دولة، احنا مش اي شعب، احنا المصريين. اوعى حد فيكم ينسى احنا مين. بتحاربونا بالمعلومات؟ اشمعنا احنا بالذات؟ عايز اقول لكل الناس انسوا اللي فات، لكل الابهات، لكل الامهات. احنا بلد عندنا اصل وتاريخ وتقاليد وعادات، ومن عوايدنا وقت الشدة رجالة. هاتلي مصر أصيل مش بيحب بلده، استحالة. مصر هتفضل فوق الروس متشالة، مصر هتفضل بلد الأمان، دي مذكورة في القرآن من رب الجلالة. هم فاكرين إن مصر هتخلص ولو ماتوا شوية هتنقص، لا دي مصر ولادة كل يوم بتزيد زيادة. مات شهيد يتولدوا 10، ماتوا 10 تتولد 100، وبرضه مصر هي هي، مصر الجميلة البهية. هي دي دولة عادية؟ دي دولة شجاعة وإنسانية. إحنا من يوم ما اتولدنا بنحب مصر بلدنا، وعلى رب الناس اعتمدنا، هنخليها أحسن لينا ولولادنا مهما كان التمن غالي. هتفضل يا بلدي في العلالي، فداكي نفسي وروحي ومالي. مهما كان التمن غالي هتفضل يا بلدي في العلالي، حتى لو كان التمن أرواحنا نموت فداها وننصب أفراحنا. كل يوم يا مصر في تقدم وازدهار، وكل يوم بيطلع فيك نهار يزداد شعبك بالافتخار. وعايز اقول لكل ارهابي تكفيري من البلد دي، انت عليها عار. الارهابي لما يموت ريحته بتبقى وحشه مهما اتغسل، اما الشهيد ريحته بتبقى مسك يتضرب بيها المثل. شكرا.